بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نجدد الترحاب بكم في أنفاس بريس ومع هذه الأنفاس الرمضانية، ونتعرف على الأيام والساعات المباركة في هذا الشهر العظيم. هذا الشهر كله رحمة، هذا الشهر كله يعني خير، كله فضائل، وورد في الحديث إن أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. إذا العشر الأوائل رحمة، العشر الأواسط مغفرة، العشر الأواخر عتق من النار، فأيامه كلها مباركة. لكن ومع ذلك تتفاضل هذه الأيام في الفضل، فالشهر العشر الأوائل مباركة وفاضلة، والعشر الأواسط أيضا مباركة وفاضلة وخير من الأولى، والعشر الأواخر أيضا مباركة وفاضلة وخير من العشر الأولى والثانية. إذن فكلما تقدم الصيام وكلما تقدمت الأيام في رمضان إلا ويزداد الفضل. فلهذا أنبه إخواني أخواتي أن المسلم لا ينبغي أن يتراجع عن الاجتهاد في رمضان، حيث تجد يعني كثير من الناس يعني في العشر الأوائل كيجتهد وتيبذل الخير والعمال الصالح والقيام والتراويح وكذا، لكن تيجيو العشر الأواسط كيوقع نوع من الفتور ونوع من التراجع، ولما كيجيو العشر الأواخر ربما يكثر أيضا الفتور والتراجع، والعكس هو اللي خص يكون، بمعنى أن العشر الأوائل اجتهاد وحزم وعزم، والعشر الأواسط ازداد فيها الخير وازداد العزم وازداد الاجتهاد، والعشر الأواخر أكثر. لماذا؟ لأن فيها ليلة خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر، وسنتحدث عنها إن شاء الله في حينها بإذن الله تعالى. والله تعالى أقسم بهذا العشر الأواخر من رمضان وقال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر. إذا الليالي العشر هي العشر الأواخر من رمضان، وهناك من قال إنها العشر الأوائل من ذي الحجة، والفضل في العشر الأواخر من رمضان في الليل في ليلها، والفضل في العشر الأوائل من ذي الحجة في نهارها. إذن فأيام رمضان كلها أيام خيرة وأيام فاضلة، وخصوصا أيام الجمعة، يوم الجمعة يعني في رمضان خير من يوم الجمعة خارج رمضان، وليالي رمضان خير من الليالي خارج رمضان. فلذلك دائما نؤكد وندعو إخواننا أن لا يضيعوا هذه الفرصة، لأن العمر قصير، راه هاد الأيام ديال رمضان كتحل عينك وكتسدهم وكتلقى راسك يعني مشى رمضان. فالمغبون يعني المشموت اللي تشمت هو من حرم الخير في رمضان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدركه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له. يعني ضاع وخاب وخسر هذاك الإنسان أو هذيك الإنسانة اللي دركوا رمضان وفيه أيام الخير وفيه أيام الطاعة وفيه مواسم وليالي فاضلة، وضاعت الفرصة وضيعها في الله وضيعها في الغفلة ولم يستفيد منها. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا من أهل الاجتهاد الذين يبذلون أوقاتهم وأعمارهم ويجتهدون في هذه الأيام المباركة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.